سجلت مملكه البحرين انخفاضا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. نعم حيث اعلنت وزاره الصحه في اخر احصائيات لها تسجيل 45 حاله قائمه جديده منها 11 حاله لعماله وافده و30 حاله لمخالطين لحالات قائمه اضافه الى اربع حالات قادمه من الخارج، في حين لم تسجل اي حاله وفيات خلال اليوم. فيما أعلنت الوزارة تعافي 46 حالة إضافية ليبلغ العدد الإجمالي للحالات القائمة 659 حالة